سألون الناس عنك يا حبيبي الله. كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى بعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا فوق النخل فوق فوق يا با فوق النخل فوق والبلبل نغاغ ترارم ترارم يا شقيق النعمة قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني بين الياسمين والريحاني الله يا نوال كمان صوت الحلو هذا يسلم إجا الشحادة على باب الدار العو العو قالت للحلو على الله حدا يحط رجله بظهره ويدير شو ألا أنا مالي شحادة لكن شو أعطيني بوسي دخيل الله يا عيني أعطيني بوسي دخيل الله وحالي حالي حال مالي يلا بجمال عميد حالي حالي حال مالي مالي مال وحالي حالي حال مالي مالي مال مالي مالي مال شو مقموس حالي حالي حال بعد هالوصلة الغنائية الرائعة حج أم سعيد شو رأيك؟ والله يا ابني أنا يعني سيرة الجواز بتكركبني شو هالحكي؟ تقبريني هو ما عم يطلب إيدك عم يطلب إيد جميلة ما أنا مثل أمها ومربيتها وبتهمني مصلحتها جميلة مثل أختي وما بيهون علينا نفرط فيها لمين ما كان لأنه بهمنا أمرها من إيمت صارت مثل أختي؟ ولا نسيتي؟ لحنا أهل مرت عمي والجار للجار لأربعين دار ولا نسيتي جيرانكم؟ لا عمو اللي بنسى أصله بيكون ما له أصل ونحن رجعنا لأصولنا أمي ليش شو كنا ضايعين؟ كنا رح نضيع وانت بتعرفي مين كان رح يضيعنا مرت عمي شو يعني؟ الواحد ما بيقدر يحكي كلمة بهالبنت؟ لا حبيبتي احكي مثل ما بدك والكل اللي بسمعك بس احكي على قدك أمي تعي شوفي ياسر ما بدك تشوفيش لون نايم مثل الأرنب الصغير ياسر أرنب أنا معلش تسمحوا لي لازم انسحب لأنه عندي موعد مع أبو الفخر وأبو الفخر متوعد أنا وياه بكرة مشان يجي يحلق لي ياسر بس يا ريت الظهر عمي منه منتغدى سوا ومنه أنا بكون موجود لأنه حابب هيك شوفه وأنتوا عم تقصوا له منيح لك أنا أبو جمال تغدى أنت هون وأنا بتغدى لحالي بكرة بالبيت عموما نحن صار لازم نمشي عمو وعن اذنكم يلا ابو جمال ونحن كمان لازم نمشي يلا قاعدين يا جماعه هلا لا يمن لا يمن لا يمن معلش كنا سعدوا معلش خلينا نسار على راسي يلا معيوده ها معيوده ان شاء الله يلا الله معكم مع السلامه يلا تفضل تفضل شرف ابو جمال يلا روح قدامي حاضر مع السلامه عمي نشوفك اهلا وسهلا على خير تصبحي على خير تصبحي على خير الله معكم مع السلامة خير ماما بالعادة ترجعي من على الأسطوح ضحكتك لورقة دنيكي خير ما بعرف موضوع تحت كله عني يعني العريس مصر هيك حاسة وسمعتي أم سعيد شو حكيت سمعت كل شيء يا لطيف هالجماعة كل يوم عن يوم عم بيكبروا بعيني أكتر خالي أم سعيد وسعيد وفرحة عم تدافع عني كأني أختها ولا عمو أبو جمال قديشه طيب يا ماما هالرجال الله يبعث لك ولاد الحلال دائما ما تتصوري قديشني ندماني على كل شي عملته المسامح كريم وسامحوكي يلا أمي أنا رح أنزل شوف أخواتك Thank you.
أهلين أبو جمال. أهلين. تأخرت. آخ آخ. صراحة؟ إيه. ما كنت بدي أجي. لأنه أخذك أبو جمال على طول تعرفني عمري. لك أنت لإمتى بدك تضل حامل سلم بالعرض وماشي أنت أبو جمال؟ آه لإمتى؟ وأنت لإمتى بدك تضل تطلع لهنيك خيلتني؟ آه لا لا ما في شيء. هلا قل لي طمني شو. هلا أنا ماسك السلم بالعرض؟ شو شايفني عم بتخانق أنا والبشر؟ نازل فيهم خناق، نازل فيهم ضرب. ماشي. الحمد لله بألف خير. أبو جمال قل لي لشو. مع مين كنت عم تحكي بالتليفون وقلت مع أبو الفخر؟ آه. أنا بعرف مع واحدة ست، بس يا ترى مين هي؟ يعني ناوي تتجوز. طيب، أم جمال، أبو جمال وفرحة وسهرك سعيد. شو القصة أبو جمال؟ شايفها غرقانة شو اشتغل؟ لك يا رجل بعد الكبرة جبة حمراء. عود أبو جمال، عود ما خلصنا لسا. قلي لشو؟ شو عاملة معك؟ تفضل يا بيبي. يلا بدك شيء؟ شو وين رايح؟ رايح على القهوة. ضروري تروح على القهوة؟ في حساب لازم خلصه. اوعى ترجع للمشاكل. إذا هو ما رجع أنا بكون اللي بدي إياه حصلت عليه. إيه بس طلعت قلعة منه. لا يا بيبي بكون طلعت بحبك أكثر منه. يلا باي. باي. ما تحكي ولا كلمة. أمي وصرت بتعرفها. إذا بدك بطلب منها إنه ما تزورني. أساساً هي ما عم تزورني. لو ما بابا طلب منها إنه تجي لأنه ياسر نايم ما كانت إجت. أنا ما بيهمني شو اللي صار، خوفي من اللي جاي. إيش في شي؟ حبيبتي أنت بتعرفي وأنا بعرف، كل ما زاد الخلاف بين أمك وأبوكي أبوكي رح يتعلق أكتر فينا وبأمي. سعيد أمك مالها صغيرة وأبي ماله صغير، يعني بيعرفوا مصلحتهم. أيوة شو معنات الحكي؟ يعني أنا ما رح أعترض إذا هن موافقين. بس تصبح على خير. أيوة إذا هن موافقين. إيه بس إذا كانوا موافقين إحنا شو لازم نساوي؟ أكيد لازم نساوي شيء. وين قايم؟ بدي روح سلم عليه. عين هذا رفيقه لجوز بنتي، لازم سلم عليه. عود ودير ظهرك له، لا تخليه يحس انك شفته. طنشو. لك يا حبيبي هلا كنت انا وياه قبل شوي، شو بدي اقول عني؟ يلي معه رجل مشبوه. يسلموا الايدين يا عمرك. انا قلنا شيء ثاني؟ سلامتك. شكرا. على راسي. يلا لازم. الله معه. بتعرف اني كنت لحروق؟ ليه؟ هذا موعدنا. تأخرت. عمل لك موعدنا. شو تأخرت ما تأخرت؟ هلا المهم شو ناوي تعمل مشان هذا الولد العجيب؟ هلا بدنا نهدي اللعبة شوي لبين ما تهدى الأمور. أفلسنا بدنا مصروف. فظاعة. شو فجعان العمى؟ وين عم بتروح بهالمصاري كلها اللي عم تاخدها؟ لا تخليني هلا انبحت بالأرض مثل الولد صغار وابكيها. يا لطيف لك شبه اللي وراي بياكلوا الصخر مو المصاري. ايوه قول بدك تروح علي السهرة. بشر سهرة قايمة والليلة إذا بدك. لا الليلة ما بقدر لأنه ما قلت لمرتي. لك صحيح صحيح خير. شوفي
لك هذا صاحبك اللي عملت له أكلي. ايه. اجى لعندي على البيت وهدد ويعني. بس ما يكون عارف انك انت ورا المشكلة. هو ما عارف يعني، هو يعني بدك تقول مجرد احساس ماله متأكد. ريحتني لما فكرت عرفتني وانكشفت. ليش بيعرفها؟ كنت واحد من رجاله شافني عم بوس وحده قام قلعني. قال له مشان بوسي قلعها؟ هي لانها كانت صاحبته. ويوم القتله ما عرفها؟ معقول يعرفني؟ لا هو ولا عشره مثله. بس جماعه الطفل العجيب عرفوك. ما على اساس لفيتوا القصه وكاميرا خفيه. لك هذا بيطلع معه كل لفه ما بتطلع مع العفاريت. هلا لا تغير الحديث، بدك نعمل له قتله ثانيه نحن جاهزين. هلا لا، بس اذا لزم الامر انت اولى فيها. هلا عموما السهره بكره بالليل بكازين الورده بتعرفوا. ايه ما في مانع بكره بكره. بس وينك؟ بلا هذا كازينو الوردي، بدي اسهر بالكازينو تبع خليل. ليش بقى؟ بدي اتاكد انه ما عرفك، يعني هيك بدك تقول طقت برغي. شايفك اهتميت فيه اكثر مني. طبعا معي حق، لانه انا حاسس انه عم بتصير شغلات مثل افلام الاكشن. طب ليش ما بتحكي لي؟ والله لازم احكي لك، لازم احطك بالصوره. واكيد اكيد رح احتاجك شيء. حامل. اخ يا تيتا يا ياسر، ما في غيرك فهمان علي. هالمره ما في قلق. تصور يا تيتا، انا وجميله تنطلب ايدنا بيوم واحد. هي بربيع العمر وانا بخريف العمر. شايف بعد هالعمر يندق بابك يا ام سعيد. ايه يا دنيا. كمل بقى خلصني. شو بقى؟ قلنا لك دقينا الباب وناطرين الجواب. طيب وإذا إجا الجواب بالرفض شو بتعمل؟ بضل الباب مسكر. يعني ما راح تمرض وتتعب وتروق حالك؟ يا أبو الفخر أنا إنسان من دم ولحم. شو شافني مراهق أنا لحتى أزعج الناس وضايقهم؟ أبو جمال مراهقة الكبار أصعب من الصغار. ايه بس ابو الفخر انا مراهق كبير ماني صغير. مو بايدك تحب المشاكل. قوم لقلك قوم يلا. معقول هالكلام يا رجل؟ والله هذا اللي صار يا ابو الفخر. والله صارت شغله بتخوف. لذلك لازم ناخذ احتياطاتنا. طيب شو رايك نحكي مع سهرة سعيد بالموضوع؟ أنا ما عندي مانع ولازم أحكي معه، بس لاقي الوقت المناسب. وبعدين لا تنسى بكرة بدك تروح معي مشان نحلق للصغير. شو؟ معجزة؟ إيه المعجزة. شو بك فجار؟ لا لا تقلبها جد. مين عم يقلبها جد؟ بروح أنا وياك بنحلق له، وبعد الحلقة إذا لقينا في وقت بنحطه على جنب ونتفاهم نحن وياه بنقول له كل شيء. طيب ماشي، وأنا بانتظارك. إيه قوم لنمشي لك. يلا يلا. لك اهلين يا بيبي. عادي عادي لشوف. يا عيني عليكي، فعلا كاسة العصير بتسوى 600 كاسة شاي وقهوة. يعني كم كاسة شاي وقهوة شربان اليوم؟ خير الله. هلأ احكي لي شو صار مع هذا صاحبك؟ خلص بكرة بيبين معنا كل شيء. بدي حطه لخليل وواجهه هيك وش لوش. يعني بركي عرفك وعرف صاحبك؟ ساعتها بيصير اللعب على المكشوف. أنا ما رح إلا غير دير بالك خليل مو سهل. المهم هلأ خلينا بالأهم، شو رأيك باللي صار اليوم عن بيت أم سعيد؟ هلأ ما رح نقدر نقول شي ليسألوا البنت وياخدوا رأيها. ايه يعني شو بدي قلوا لهذا الأفندي اللي ناطر جواب؟ وبعدين معكم هالغامض تبعك؟ يا حبيبي هون في عادات وتقاليد، مو مرحبا وأهلين بيحط إيده بإيده وعلى شي موتيل.
ماشي ماشي خلص، انا بكره راح افهمه هالشي، مع اني انا عرفان ان هو فهمان كل شيء. بسيطه ولا يهمك بيبي، اشربي عصير. لغا ان شاء الله بيقبروني يا العيون. وهلا صار دوري شربك، هاتي لنشوف. لك مجاري الهنا. عسل عسل عسل. لك انت بدك تجنني؟ استنى لا تجن لحالك، خذني حتى جن معك. لك هدوا شوي، شبكن انتو اتنين؟ شو حكينا لحتى جنوا؟ لانه هي افكار سعده مو افكار ابو برناطة. يعني هو شو بده بهالقصة؟ شو رح يستفيد منها؟ لك يا عيني نافع، فهم علي، هي بالنسبة لإله اسمها طقة برغي. لا حبيبي، هي صارت طلقة مدفع مو طقة برغي. حلوة، بس مين المستفيد؟ ايه فعلا، شو بده يستفيد من طلقة هالمدفع؟ بده يكسب الرجال لصالحنا. أيوة، يعني على قولة المثل، اللي تزوج أمي صار عمي. لا سيدي، هي بعيدة عن عيونهم، بس اللي تجوز منا صار صهرنا. لا أنت السادق، اللي بده يشرب من بيرنا ما بيرمي بحصة فيه. ولك أخ منه أبو الحلول هاد، أخ بس لو قلطوا بين يديه لك يخرب بيته ما أخطر وهتساعده. شو صار؟ محمد شو في؟ شو صار؟ شبكن شبكن انتو اثنين كأنه كل واحد منكم شاف عن فريق. لك اللي بشوفه لهذا نافع شو بيكون؟ ولا كلمة ولا حرف، حتى لو كنت مدير، فهمت؟ هذا نافع. بس شو بدك تعمل؟ اللي بيجيب سيرة القطة بيطلع له. انا قلت لك نافع، انا قلت انا قلت لك روقوا روقوا، لا تعكرونا صباحنا، خلونا رايقين، بدنا نعرف نفكر. مالك سامعوا شو عم يحكي على مديره؟ اسمع، نحن ما في بيناتنا مدير وموظف، نحن كلياتنا مهندسين وزملاء وإخوة، وأنا أكبر واحد فيكن، يعني ما رح أعتذر، ما رح أعتذر. نافع خلاص يلا قرب قرب ساعده قرب يلا. قلت لك ما بعتذر. بسلو راسه يلا، بسلو راسه يلا. خلصني خلاص. ايه خلاص، وهي بس لك راسه. ايه وزا بس راسه يعني شو بدك؟ يعني بدك خطواتي أكتر من هيك؟ قلت لك ما رح أعتذر. لك شو يعني؟ لعن هلا اذا بستري راسي بتكون حاططها واطيه. لك لا، انتو اثنين ما رح تمرقوا هالنهار على خير. ها شو عم تساوي؟ بدي اكتب تقرير للاداره العامه. ايوه، وشو بدك تكتب فيه؟ كل شيء صار هلا. ايه بس انا المدير، ها انا بوقع عليه. ايه شرف، طق برغي لحالك ووقع عليه. شرف. ولا خلص بلاها، خلص. ايه خلص، معناتها فرطوا لنا اياها بقى. عدو. لك انا محلي هذا، وين قاعد انت العدو؟ طيب اطلب لنا قهوة، اطلب لنا قهوة. على راسي. شو بتشرب قهوة انت؟ سادة. سادة. وانت؟ كاسة مي. كاسة مي. وانت؟ ما بدي شيء. حروق نافع، اطلب قهوة انت، اطلب نافع. قديش كان راتبك على البوفيه؟ 77. لأنت بدك تضلي قاعدة لوحدك؟ ليناموا كل الناس. وشو رح تستفيدي؟ بدي ناجي ربي، بدي إياه يسمعني. يا بنتي الله بيسمع الجميع، هنن صاحيين وهنن نايمين. أمي أنا خايفة. خايفة من الجواز؟ خايفة من الفكرة كلها. وأنا مثلك خايفة، بس أنا سلمتك لأم سعيد وسعيد، وهنن كمان أهلك وبيخافوا عليكي، ولا يمكن يرموكي لمين ما كان. أنا خايفة يوافقوا ليضمنوا حماية لابنه. شو جنيتي؟ معقول أم سعيد تبيعك مثل ما بعتيها؟ لو شوف بعيني ما بصدق. أمي لا تفهميني غلط، خالي أم سعيد سامحتني وفرحة سامحتني. لكن من شو خايفة؟ خايفة من الواقع اللي هنن فيه. ياسر بالنسبة لألهم مشكلة كبيرة. لا تخافي، لا يمكن تكوني أنت الضحية، وبكرة بيبين كل شيء. قومي نامي أمي، قومي نامي، الناس كلها تنامت، الله يرضى عليكي. خلص بقيني أنتي، لاحقتك. طيب
صباح الخير. شو انت من اهله؟ يا رب سامحني يا رب، سامحني يا رب، أنا غلطت كتير يا رب، سامحني سامحني يا رب، غلطي كان كتير كبير يا رب، سامحني سامحني يا رب، يا رب سامحني. وإذا عايش بالماضي أنا الماضي نسيته، رجع لقلبي حبا سهم الغدر رميته، هو ما ضل حب وعواطف ما ضل إحساس، أنا كل شي صاير ما ظاهر بقلوب الناس، ما ضل حب وعواطف ما ضل إحساس، جنني. هذا كله لأنه حابب شوفي وما لقيت أمل من هذا المكان، لأنه إذا بيشوفنا خليل أو حدا من رجاله برا بيعملنا فضيحة. طيب شو بدك هلأ؟ لقيت شغل. وين؟ بالخليل. أنت؟ شبني ليش أنا؟ وشو بدك تشتغل يعني؟ مطرب، أكيد مطرب يعني، في حفلات بالعيد بدي غني فيها. يعني وافقت؟ ووقعت. إن شاء الله بالتوفيق. شكرا. روح هلا روح بعدين نحكي. الله ان شاء الله صحه ايلان كمان وحده. بس ماما خلاص تركي يلعب بهالايام، ما عاد حدا فضيله. وليش ما ناديتي لي؟ ناديت لك وانت حضرتك قاعده وساكته وما لك عم تلعبي. ايه عم لعب ياسر. ما تعملي لا مو خجلانه بس خايفه. يعني عم تفكري بالموضوع؟ هلا من وقت ما سعد ودق لي وحكى معي بالموضوع. بالشركة؟ لا بالبيت. ورحتي لعنده على البيت؟ ليكي ما قصفت الرقبة، صرتي تروحي من وراي على بيوت الرجال؟ كانت مرته بالبيت. يا حوين التعبي عليكي يا جميلة. هلا لا تزعلي مني خالي، أنا فكرت مشان الزواج ومشان ياسر، فقلت بشوفه بيجي بقلي. عنده بالبيت؟ خلص مرت عمي، قالت لك إنه نوال كانت بالبيت. وفرضي ما كانت بالبيت؟ هي حكت معي، ولو ما حكت معي ما كنت رحت، لأنه سعده لما طلبني سكرت التليفون بوشه. برافو عليكي جميلة. وخبرتيها لأمي؟ ايه طبعا خبرتها كل شيء. وشو قالت لي؟ قالت لي صحيح انت بنتي بس خالتك ام سعيد ساعدتني بتربايتك، فرأيها اولا. يعني بدها يعني انا اخذ القرار مو هيك؟ هيك بدها امي، وانا موافقة على كل شيء بتقولي. شوفي جميلة، المهم أنا بدي أسمع قرارك. بابا جمال
يا أم جمال، بابا جمال. أمرك يا أبي؟ ناديت لي. بابا ليش لهلأ مالك لابس؟ بابا لسه بكير. بابا شو بكير؟ بدي أروح ألعب رياضة، وبدي أرقد شوي، وبدي أروح لعند أبو الفخر، وبعدين بدنا نروح نزور أختك وولادها. يلا. حاضر يا أبي حاضر. شو ما بدك ترد علي؟ مو أنا اللي نادت لك أم جمال؟ رفعتها يعني خض المي وهي مي. أبو جمال ليش صاير كلامي تقيل على قلبك؟ لأنه لسانك متبرر منك، لا بتعملي حساب للناس ولا لكراماتهم ولا لمكاناتهم. وأم سعيد ليش ما بتحب حدا يجيب سيرتها ولا بكلمة واحدة؟ أخ الملاف السعد. خاطرك أمي؟ الملاف السعد؟ ليش شو غلطنا معك يا باشا؟ إذا ما في إنا بالموضوع لحتى قصة لإيدي. أخ بس أخ لو ما بخاف من ياسر لكانت رجلي على رجلك ما تركتك ولا دقيقة. ماشي يا أبو جمال، وين بدك تروح؟ وراك وراك وراك. برافو عليك جميلة، اوعك تتسرعي. قدر بيتي وأنا فخورة فيها. ليكي فكري ودرسي الموضوع منيح وقولي رأيك بدون خوف. جميلة ما بتقول رأي غلط أبدا. معك الوقت الكافي لحتى تردي خبرها. بك يا بنتي على شو بدها تتسرع؟ هي لسه صغيرة. ليش ما سمعت يا سعدو شو قال؟ جوزها هلا بتخلف بعد سنة. ما أحلى أني وأنا حامل وبطني لقدامي وراكزة. شو ناسي شو صار معي؟ بس ليكي أضحك يصير فيكي مثل ما صار فينا. شوفي يقبر قلبي عم يضحك كأنه فهمان كل شيء عم بيصير. قولي تبرني. تعبت يا بي؟ مو من المشي يا بي، من التفكير. من التفكير. يا ريت لو تقلي الحقيقة. الحقيقة؟ أنا بدي أعرف الحقيقة، بدي أعرف ليش أنت طلقت مرتك. هي اللي طلبت الطلاق. وأنت كنت عم بتضايقها يا جمال؟ أنا ما كنت عم ضايقها، أنا حبيتها. بس أنت كنت كتير شاب ظريف ومطيع وآدمي. بس النسوان ما بيحبوا الآدمي. في نسوان بيحبوا الرجال الآدمي، في نسوان بيحبوا الرجال الرجال بمعنى كلمة رجال. يعني أنا مثل ما سمعت خروق. لا بابا أنت مالك خروق، أنت كنت ضحية، بس هلأ عم تثبت لي إنك رجال ذكي وبتعرف كيف تتصرف. بابا بقدر أرجع لعند مرتي وولادي؟ ليش لا بابا ليش لا؟ إذا أنت حابب ترجع لمرتك وولادك ارجع، سافر، روح لعندهم، قابل مرتك، شوف ولادك، عبطهم، حطهم بصدرك، واشرح لها أنك أنت تغيرت وتحسنت. إذا وافقت عليك خليك، إذا ما وافقت ارجع. بس يا بابا وماما كمان عم تضايقك. يا بابا اهتم لي بحالك وتركني أنا بحالي. ما بدنا ننيم الموضوع، بدنا قرار سريع. لك آخ آخ، ليش الشغلة بإيدي؟ لو بإيدي كنت وافقت وخلصنا من المشكلة ونمنا ولحنا مرتاحين إنه ما حدا رح يسرق الولد أو يخطفه. هلا ليش هلا بك هاي؟ خد الزلمة وروح لعند أهله وطلبوها. إيه خبط لزق بدون جهة وعزوة. عزوة؟ إشو رايح تخطب بنت رئيس القبيلة؟ إيه رايح تخطب بنت فقيرة درويشة معترة؟ شو يا؟ شايف أنا وأمي طلعنا برا؟ لا يا سعيد لا، أنت الأساس وأنت الجاه، وطالما البنت فقيرة يعني شوية تياب شوية أغراض نقد منيح ما بظنها ترفض. يا سيدي وإذا رفضت أما رح تقنعها، تعرفوا ليش؟ ليه؟ لأنها محتاجة. ها هذا الحكي؟ والله يلعن الحاجة، لأنه الحاجة أحياناً بتخلي الواحد يوافق على شغلات ما بده إياها. أيوة مشان بعد شهر شهرين تبلش المشاكل. التفاهم أفضل، وبالاول لازم يدرسوا بعض. لك شبنا انت وياه شبنا، بدنا ننهي المهمه لصالحنا وبسرعه. هو علينا خلاص عمي، هلا بشوف امي شو صار معه وبخبركم.
عن اذنكم. لك لا وين لسه ما خلص الدوام؟ لك عمي جايب الحلاق مشان يحلق لياسر. سعيد بدي نبهك لشغله. ها خير. الشعر اللي بتقصه من ياسر بتوزع قد وزنه فضه. ايوه منين طلعت لي هيك؟ يا اخي هيك جريت العادي، انا هيك عملت لهم لاولادي. وانا كمان العادي ابا عن جد. انا اول مره بسمعها هي. وانا كمان صرنا اثنين. خلاص طلعنا خلاص. طيب يلا عن اذنكم. يلا الله معك. مع السلامه. نعيما سلفا. يلا بالاذن. الله معكم. وانا كمان بروح. أنا رايحة أحضر أكل لأخواتي. خليكي جميلة، هلأ بسكب لك لقمة أكل بتاخدي لهم إياها وإنتي بتراضي بتتغدي معنا. خليكي بدنا نحلق لياسو. حرام، لا تحلقوا له شعراته. بدنا نحلق له لأنه بدنا نوزع له فضة بوزن شعراته. شو هاي خالة؟ ما فهمت. إيه والله وأنا أول مرة بسمع فيها. يا بنتي هاي عادات هي رح تنقرض بس مهمة وضرورية. أنا رايحة لأنه ما رح أقدر شوفه أنتوا عم تقصوا له شعره. يلا بخاطركم. وأنا هلأ بناولك صحن الأكل. لا تعذبي حالك، أنا رايحة أطبخ. يلا بخاطركم. يلا فرحة، إجا أبوك ومعه ضيوف. مرحبا عمو. أهلين عمو. بطل وأنا مصايف. أهلين بابا. أهلا وسهلا. أهلين عمو أبو الفخر. أهلا وسهلا. وشلاله أهلين. أهلين أختي. مرحبا. أهلين. أنا وصلت. أوام أوام. إن شاء الله مر علي شيء. لا لا ما رح عليك شيء. سعيد ليك يا ياسر كأنه حس في شيء. خلص يا جماعة اهدوا، خليه هلا يهدى له شوي ونحن بنشرب كاسة شاي وبعدين بتقصوا له شعراته. يلا يلا شرف يا شرف. جدة جدة يا جدة يا حبيبي. شرف عمي وجمال. لا ولا شرف عمي يا سورة. يا عمي ابو الفخر نورت والله. الله يبارك فيك يا رب. هذا انت؟ حبيبي شو اللي جايبك فكيت؟ اول شيء اشتقت لك، ثاني شيء ما ضل حدا بالشركه، ضل حالي هنين. هك والله شايفت لك هالمشروع رح يخرب على ايديك. شو هالحكي لك بيبي؟ هلا هذا رايك فيني؟ انت بتزعل من الحال؟ لا منك انت ما بزعل، بس لو حدا غيرك طقيت له رقبته. فكرت رح اطق له برغي. بيبي شو اللي خلاكي تقولي هيك عن المشروع؟ لانه سعيد كان دارس الموضوع من اساسه. فهمان كل كبيرة وكل صغيرة وعم يشتغل فيه من قلبه رب. شو اللي تغير؟ إما هو الكل بالكل بالوكالة ولا نسيت شو عملت فيه؟ بتعرفي لك بيبي أحياناً بتحطي إيدك على الجرح. يعني معترف بالغلط اللي عملته؟ قدامك وبس. ايه وصلي على غلطك. شو يعني؟ اترك له المشروع؟ لا رجع لمكتبك ولشركتك أحسن لك. بيبي أنتي عم تكسري لي مقاديفي. ها حبيبي أنا عم بحكي لمصلحتك. أنت حمامة السلامة دخلت الحب لقلبي ولا نسيت أنك أنت أول رجل بحياتي رغم كل شيء مريت فيه. طيب ممكن هلأ تقومي تحضرينا شي لقمة ناكلها وخلينا ننسى موضوع الشغل شوي. قومي لقلبي. لك أنا عم بحكي لمصلحتك ومصلحتك بتهمني. لك يا بيبي خلاص تركيني فكر بالموضوع شوي. ايه منفكر سوا وندرسه سوا احسن ما طقلك شي برغيها. لا دخيلك كل شي الا برغيكي ما لي قدرة عليها. يلا امشي معي على المطبخ لنحضر الاكل سوا. فوتي لقلبي فوتي. يلا تعال فوتي. Ah!
شوفي قديش خايف. اتركه، انا ما عاد بدي احلق له. لكن سكون منيح من ورا. رح يموتون. لك كنت اجي ما حدا يعرف المكان غيري، هلا ما شاء الله من هب ودب بيعرف المكان، بقى من شو بدي خاف؟ بس الحذر واجب. لأنه بجوز أقتلك بالغلط. يا لطيف يسر على عرضك، يسر على عرضك، شو حامل أنا، شو مساوي؟ حدا طائلي برغي عندك؟ طمن، برغيك إلى طعمة مثل طلقة المدفع. انكشف على حقيقتي دكتور. لك شبكي، لك شبكي، لك شبكي، لك شبكي، لك شبكي. جمال شو جنيتي؟ لا ما جنيت. لك هات شو بدك؟ حاش تضحك كمان انت. شبك خليل شوفي. اكيد هو نفس الشخص اللي هاجمني، نفس الحجم تقريبا. خليل طالما هاجمك معناتها مانو خايف منك، لا تورط حالك بشي مانك قده. ايه بس برأيي هالشي مو لصالحك بنو. والله أنا خايف بعد القصة يصير شي من غير شي. حلوة هالحركة من مرت عمي أم جمال مو؟ ولا شو رأيك بهالشي؟ إيه والله ماري عم صدق هالشي. إليك قدامك عم تتحرك وتحوص بالبيت كأنه بيتها ولا كأنه في شي. إيه الله يعيننا إذا صار شي بعد هالشي.